تحية من جديد أجدد الترحاب بكل مشاهدينا الكرام، بكل متابعينا الأوفياء والأعزاء أينما كنتم في كل مكان، مباشرة من شلالات أزود بإقليم عزلال، مناطق رائعة وخلابة غادي نكتشفوها في هذه الجولة. بطبيعة الحال مشاهدينا متابعينا الكرام، أتمنى بطبيعة الحال أنكم تستمتعوا معايا بهذه الجولة في هذا المكان الخلاب وفي هذه الطبيعة الخضراء الرائعة. بطبيعة الحال مشاهدينا متابعينا الكرام، غادي نحاول نعطيكم كل الزوايا الممكنة. بطبيعة الحال مشاهدينا متابعينا الكرام، غادي نعطيكم حتى المنابع ديال الشلال، يعني المنابع ديال المياه منين كتجي بالضبط وفين كتمشي، حتى من أعلى نقطة حتى الأسفل إن شاء الله تعالى. متابعينا مشاهدينا الكرام، مناطق رائعة بطبيعة الحال تستحق الزيارة، كتستحق الاكتشاف. طبيعة خضراء خلابة، جبال رائعة هنا، أجواء ممتعة بطبيعة الحال يمكن يستمتع بها الزائر. طبيعة خلابة تسر الناظرين بطبيعة الحال مشاهدينا متابعينا الكرام، كنتمنى بطبيعة الحال تستمتعوا معايا بهاد الجولة هنا بشلالات أزود بإقليم أزلال، منطقة سياحية أكثر من رائعة بطبيعة الحال مشاهدينا متابعينا الكرام. يا سلام على هذا المنظر بطبيعة الحال، كنت واجد حاليا في اعلى نقطة هنا في منطقة أزود في الشلالات، يعني من المكان اللي كتنزل منه المياه بطبيعة الحال. كنتمنى تكون الجودة ديال الصوت والصورة كتوصلكم بشكل جيد. نعطيكم هذا المنظر كذلك من هذا المكان. كاين الطاجين بطبيعة الحال، كاين الناس كتسول على الطاجين، واش كاين شي طاجين؟ بطبيعة الحال هي منطقة معروفة بالطاجين، منطقة شلالات أزود، كذلك نواحي إقليم أزلال وأقاليم بني ملال خنيفرة، يعني مناطق معروفة بالطاجين المغربي ديال الجبال. هنا دي أعلى منطقة هنا بأزود، غادي نحاول متابعينا مشاهدينا الكرام انني نمشي معكم المكان، يعني المنابع ديال المياه اللي كتشاهدوا دابا. منين كتنزل هذه المياه غادي نشوفوا صراحه، هي منطقه رائعه تستحق الزياره، تستحق ان يجي ليها الانسان يستمتع فيها بوقته، يعني واخا شهر بدايه نهايه شهر شتنبير ونحن على المشارف ديال بدايه شهر اكتوبر، كاين سياح اجانب هنا في المنطقه كيف ما كتشاهدوا معايا في هذا البث المباشر، كياخذوا صور تذكاريه، كذلك غادي نشوفوهم في مناطق اخرى هنا في التحت. هذه المياه كما كتشوفوا معايا مشاهدينا متابعينا الكرام، نعم هذه المياه اللي كتنزل نشوفوا. قول لي منين كتجي هذه المياه، هذا الماء منين كيجي؟ 3 كيلومتر، اذا هذه المياه كتجي على بعد 3 كيلومتر من الجباليات.
اذا غادي نحاولوا ناخذوا. تعطينا تقدر تعطينا معلومات كني كتجي هذا ملي كيجي هذا الماء ديال اوزود فين كيمشي تقدر؟ واخا بقى معايا من فضلك. لان حنا في منطقه اوزود تنذكر مشاهدينا متابعينا الكرام اجمل منطقه سياحيه في جهه بني ملال الخنيفرة. تفضل خذ ميكروفون عمو تفضل. بقى معايا بلاش بقى معايا. غادي ناخذ من عند هذا السيد. انت اش كدير هنا عمو؟ شنو هي خدمتك؟ انا فوقي كنمشي مع المغاربه كنمشي مع الصناعه ديك. كدير قيد هنايا؟ واخا بقى معايا. تفضل عمو قول لي منين كتجي هاد المنطقه؟ خذ المنابع كيجي من 3 كيلومتر من الجبل. 3 كيلومتر هذا ما باش كيجي؟ كيجي من 3 كيلومتر واحد وحي كيقول تابونوت. وخارج المنطقة؟ تابونوت، بلاصة ما يخرج الماء تابونوت. تابونوت؟ كيجي الشلالات ديال أوزود. من بعد كيخرج لواد العبيد. كيمشي حتى لواد العبيد؟ كيواد العبيد بلاصة فين تلاقى واحد الواد ديال الويدان، واد ديال أوزود. تما فين كيتلاقاو؟ بجوج. عاد خارجين واد العبيد. تما فين كاين فين تلقاو الويدان فيها المغارات. تما فين كاين المغارات لي كورز مغارات. والمهم المنطقة ديال الأزود راه معروفة بالسياحة. ولكن هاد العام عيانة القضية شوية الله كتدخل السياحة شوية شوية شوية. كاين سوية؟ الحمد لله. سياح أجانب هما دازوا من حدانا. أي كاين خاص. كنشوفوا السياح الأجانب. أي كاين أي. والمنطقة الحمد لله. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. المنطقة كتنتج بالزيتون بزاف، الزيتون واللوز. الزيتون واللوز؟ اللوز كيكون في الجبل، الزيتون كاين في تحت الساقية، بلاصة كتسقى. إيوا هادشي اللي كاين أخاي. شكرا. مرحبا. الله يحفظك. مبروك. إذا مازال معكم متابعينا مشاهدينا الكرام. نهودوا من الجهة الأخرى، غنحاولوا نهودوا من الدروج. واخا مرحبا شكرا. اذا غادي نوريو الناس اولا يعني المنابع ديال المياه اللي كنشوفو كتنزل في الشلالات ديال اوزود. يعني المنابع ديال المياه هي كتجي من بعد 3 كيلومتر من هذه المنطقه اللي حنا كنتواجدوا فيها متابعينا مشاهدينا الكرام. يعني 3 كيلومتر وهذه المياه جايه حتى كتوصل للشلالات ديال اوزود. هذه معلومات خديناها من عند هذا الشخص اللي كيشتغل هنا في المجال السياحي. كما تشوفوا مشاهدينا متابعينا الكرام هذه المنابع ديال المياه. مازال غادي نحاول ناخذكم لهاد المنطقة الأخرى. يعني 3 كيلومتر وهاد المياه كتجري هنا كتوصل حتى للشلالات ديال أوزود وكتمشي حتى تلتقي بمياه ديال سد بن الويدان في الطريق ديال واد العبيد، يعني قرب قلعة السراغنة في الطريق الوطنية رقم 8. من كيف ما كتشوفوا لاول مره غتقدر تشوفوا هاد المياه اللي كتمشي للشلالات ديال اوزود. يعني المصدر ديالها المنبع ديالها كيف ما كتشوفوا متابعينا مشاهدينا الكرام جاي من هاد الواد. يعني ابونود 3 كيلومتر تقريبا من الجبال. هذه اعلى نقطه هنا في المنطقه ديال شلالات اوزود. يعني المنابع ديال الشلال ديال المياه مشاهدينا متابعينا الكرام. مياه عذبة، أجواء جميلة بطبيعة الحال مشاهدينا متابعينا الكرام. يعني ممكن تشرب من هذا الماء، مياه نقية بطبيعة الحال. نحاول ناخذكم لمنطقة أخرى.
وكنتمنى بطبيعه الحال انكم تستمتعوا معايا بهذه الجوله في هذه المناطق الرائعه في الطبيعه الخلابه في هذه المناظر الاستثنائيه، لانه كاين ناس كاين بعض الناس ما كيعرفوش هذه المنطقه ديال اوزود وما كيعرفوش يعني التاريخ ديالها او مصدر ديال هذه المياه اللي كتجري في هذه الشلالات. متابعينا مشاهدينا الكرام، صراحة أوزود أكثر من رائعة سي لالا لطيفة، يعني دائما مع المنبع ديال المياه اللي كتجري في شلالات أوزود. مشاهدينا متابعينا الكرام، كيف ما كنشوفوا كذلك من هذه المنطقة المياه مازال غادية هنا حتى كتوصل للشلالات. كاين لوحات هنايا تنبيهية، رجاء امسكوا جيدا بايادي اطفالكم، يعني كاين لا سيكوريتي هنايا دايرين لوحات ارشادية، كذلك هنا حذاري توخي الحيطة والحذر، لوحات ارشادية لكل الناس اللي كتزور هذه المنطقة اللي كتوصل لهذا المكان. بطبيعة الحال كتاخذ فيه صور تذكارية. كاين كذلك مياه كتجي من هذه المنطقة. مشاهدينا متابعينا الكرام، هذا الماء اللي كتشوفوا فيه دابا كيمشي مباشرة للشلالات، هذا هو المصدر والمنابع ديال الماء اللي كتشوفوا من أعلى نقطة. مشاهدينا متابعينا الكرام، دي اعلى نقطة، اذكر كنتواجدوا في اعلى نقطة بشلالات اوزود باقليم ازيلا. هنا هذه المنطقة كيسميوها بالرحى، كاين هنا واحد الرحى كيف ما كتشاهدوا قديمة. هذه هي أعلى نقطة في شلالات أوزود بإقليم آزيلا. المشاهدين المتابعين الكرام، هذا الماء اللي كتشوفوه هو اللي كينزل لتحت مع الشلالات. مازال معكم متابعينا مشاهدينا دائما في هذه الجولة السياحية بطبيعة الحال هنا في منطقة أوزود. غادي نمشيو في جولة حتى أسفل نقطة إن شاء الله تعالى. حتى منبع آخر كما كتشاهدوا معايا مشاهدينا متابعينا الكرام كيمشي حتى هو الشلال، يعني منابع متفرقة. السلام عليكم. وعليكم السلام. كي داير المنطقة؟ عاود لينا شوية على المنطقة ديال أوزود. المنطقة ديال أوزود؟ بقى معايا؟ إيوا المنطقة ديال أوزود هي هذيك. واخا بقى معايا. خصنا الفلوس خصنا. تفضل قول لنا. خذ الميكروفون. شنو الفلوس؟ هنا كتسكن هنا؟ اه؟ كتسكن هنا؟ لا كنبنى سامر. إسامر. أسامر. شحال بعيدة إسامر من أوزود؟ من 12 كيلومتر.
12 كيلومتر. ايه كي داير المنطقه هنا ديال اوزود؟ ديال المنطقه ديال اوزود سياحه و... والقهاوي و... والنكيلات وكل شيء فوتو. تيجيو الناس تيجيو الناس تيجيو النطرا تيجيو العربيات تيجيو كل شيء تيجي كل شيء وليدي تيجي. كي داير المنطقه بعد القضيه ديال الطاجين؟ قالوا الطاجين الدود. وا الطاجين كاين ديال الدود ما نعرف ما نعرفش الدود. ما تاثرتش المنطقه في السياحه من بعد ما قالوا الطاجين لقاو فيه الدود؟ ما 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 عندي ما عندي القهوة ما عندي النوتيل ما عندي حتى شي حاجة. أنا غير خدام من هذاك الشيء ما نطلبش حتى شي حاجة. قول لي اش كتصاوب ورينا شنو اللي كتصاوب. كتصاوب الدم. الدم كتصاوب الدم كتصاوب الدم صافي الدم والزعتر والزعتر والعرعار هذا الزعتر ديال الجبل ديال جبل زوكني. زوكني 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 زوين زوكني زوكني والعرعار زيلان. زيلان معروف. اسامر 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 ايتظل. انا من تم من ايتظل. اش تقول للناس اللي ما تيعرفوش اوزود؟ ما كاينين ما يعرفوش اوزود ما يعرفوش. اش تقول لهم؟ تقول لهم جيو عندنا مرحبا بكم. جيو عندنا مرحبا بكم الى عندنا تنديروا الطريق تما ديريها تلاتلو الفوق وكذا راه كنشوفوا. كاين الشلال كاين الشلال كاين الواد كاين الرها كاين كلشي موجود فوزو. راه الماء ديال هاد الماء اللي في الشارع كان من تابونوت. تيجي من تابونوت من العيون 27 لعين. تيجي من تابونوت. تابونوت تابونوت 3 كيلومتر تقريبا من هنا تابونوت. اه 3 كيلومتر 3 من الجبال. من الجبل يعني العين ديال المياه المنابع في الجبل. في الجبل ايه العيون من الجبال. اه في الجبل وتتبقى جايه مع هاد الواد مع هاد الواد حتى توصل للشلالات. تاي توصل للشلالات تيجي مع الولاد توصل للشلالات. تيوصل للشلالات. ايه وفين كيمشي من بعد ما تيوصل للشلال ديال اوزود فين كيمشي مازال؟ لا تيمشي من القلعه من القلعه و ولهيد. واد العبيد. واد العبيد تيمشي ولاد العبيد. تيمشي من لهنا. شكرا عمي. الله يسهل عليك. عليك. شكرا. مشاهدينا متابعينا مازال معكم في هذه الجولة هنا بمنطقة أوزود. كنتمنى أنكم تستمتعوا معايا مشاهدينا بهذه الجولة في هذه المنطقة الرائعة في هذه المناظر الخلابة بطبيعة الحال. مناطق صراحة ما تنظنش أنه كاين مثيل ديالها في شي بلد آخر. الحمد لله يعني كاينة في المغرب عندنا في بلادنا طبيعة خلابة بطبيعة الحال. كتحتاج فقط التعريف بها. الناس اللي ما كتعرفهاش غادي تجي تزورها بطبيعة الحال في أقرب مناسبة وقت. مازال معكم ديالنا مشاهدينا متابعينا الكرام مازال معكم في هذه الجولة في هذه المنطقة السياحية الرائعة. سمعت واحد السيد من المعمرين ديال المنطقة كيسكن في إسامر يعني على بعد كيلومترات هنا من منطقة شلالات أوزود وكيجي حتى لهاد المنطقة باش يشتغل. يعني الناس اللي ما كتعرفش أوزود مازال معكم متابعينا مشاهدينا دائما في هذه الجولة في هذه المنطقة. غادي نحاول نمشي بكم إلى أسفل نقطة هنا من بعد ما شفنا أعلى نقطة نحاول ننزلو حتى أسفل نقطة بشلالات منطقة أوزود الرائعة.
ديال الاجواء هنا، درجات حراره معتدله، جو معتدل، روعه المكان. تتكلم عن طبيعه الحال مشاهد غنيه عن اي تعليق. متابعنا مشاهدنا الكرام، نحاول ناخذ اكبر عدد من مناطق التصوير هنا. كذلك هذه المنطقة معروفة بطيبوبة سكناتها، كذلك معروفة بكرم الضيافة هنا من كل الساكنة، بكل الناس اللي كيشتغلوا هنا. بطبيعة الحال مشاهدينا الكرام، كذلك محلات لبيع الهدايا التذكارية كتشاهدوا. منطقة رائعة وخلابة متابعينا مشاهدينا الكرام دائما. نزل معكم متابعينا مشاهدينا دائما في هذه الجولة بمنطقة شلالة أزود بإقليم أزيلال. هذه الطريق إلى الشلالات من الأسفل. طبيعة خلابة هنا، أشجار زيتون، أشجار من أنواع مختلفة اللي كتحيط بالمكان، دائما خضرة، كذلك درجات حرارة يعني باردة شيئا ما، معتدلة في أغلب الأحيان والأوقات. كنتمنى ان تكون توصلكم الصورة والصوت بجودة عالية هنا. يوم يعني كنلتقيو بسياح اجانب كثر هنا، كذلك بعض السياح المغاربه. مازال معكم متابعينا، مازال فد الجولة حتى أسفل نقطة هنا. هنا غادي تبدل زاوية النظر بطبيعة الحال، غادي تشوفوا شي حاجة رائعة خلابة من هاد المنطقة، من هاد النقط
يبداو يبانو الشلالات بشكل رائع. يعني فاش كنبداو ننزلو كتبدا الاثاره والتشويق بطبيعه الحال مشاهدينا متابعينا الكرام، كنشوفو جماليه من هنا. نحاولوا النزول حتى مجموعة من السياح اللي كيجيو اللي التقينا بهم اليوم في المنطقة هنا، أغلبهم بطبيعة الحال سياح أجانب من خارج المغرب. كياخدوا هدايا تذكارية من هنا، وهناك من المحلات المنتشرة هنا على طول هاد الدرج المؤدي إلى أسفل الشلالات. نشوفوا من هذه المنطقة كنتمنى انكم تستمتعوا معايا مشاهدينا متابعينا الكرام بهذه الجولة هنا بشلالة أذود. يا سلام على هذه الزاوية كذلك. مازال في هذه الجولة معكم مشاهدينا متابعينا الكرام، مازال غنزلو حتى الأسفل نقطة هنا بالشلالات. كاين رواج سياحي في المنطقة بطبيعة الحال، العديد من السياح الأجانب هنا كيتواجدوا اليوم بشلالة أذود. يا سلام على هاد الزاوية مشاهدينا متابعينا الكرام. منظر رائع وخلاب.
يسر الناظرين بطبيعة الحال. مازال غادي نهودو لتحت، مازال نازلين ان شاء الله تعالى. مازال معكم في هذه الجولة عن طبيعة الحال مشاهدينا متابعينا الكرام. رائعة هذه المنطقة كذلك من هذه الزاوية. شوفوا المياه سبحان الله من كتنزل من علو شاهق. وهذه طبيعة الحالية أسفل المنطقة في إذن مشاهدينا متابعينا الكرام كنتمنى أنكم تكونوا استمتعتوا معي بطبيعة الحال بهذه الجولة هنا في بي شلالة أوزود بي إقليم عزيلان إلى بث مباشر آخر دائما من مدينة بني ملال أو إحدى نواحيها أو إحدى أقاليمها. مع تحيات أخو